أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التجارة الإلكترونية. في الفترة الأخيرة انتشرت وبصورة كبيرة جدا صور التجارة الإلكترونية، سواء كان في مصر أو في العالم. تقريبا مفيش بيت في مصر إلا وفي صورة من صور التجارة الإلكترونية اللي انتشرت بشكل كبير وانتعشت بشكل كبير في وقت ظهور الكورونا. في وقت ظهور الكورونا انتشرت التجارة الإلكترونية وانقسمت لقسمين أساسيين. التجارة الإلكترونية من خلال الأشخاص نفسهم، الأفراد نفسهم، كانوا بيشتروا تقريبا كل حاجة من خلال التجارة الإلكترونية ومن خلال التسويق الإلكتروني اللي كان بيتم. تاني حاجة، التجار نفسهم مع إغلاق المحلات التجارية بتاعتهم كانوا بيحتاجوا التجارة الإلكترونية في عملية التسويق للمنتجات دي. والتجارة الإلكترونية ليها صور وأشكال كتيرة جدا، اللي هو محركات البحث نفسها، وده مهم جدا للمواقع وللإيميل ماركتينج. وبحسب تصريح لنائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، فإن التجارة الإلكترونية ممكن إن احنا نقسمها لستة أنواع. ثلاث أنواع منها يخصوا مجال قطاع الأعمال، والثلاث أنواع الأخرى يخصوا مجال القطاع الحكومي. بالنسبة للثلاث أنواع اللي يخصوا مجال قطاع الأعمال، فهي بتكون التجارة الإلكترونية من شركة لشركة، أو من شركة للمستهلك، أو من مواطن لمواطن آخر. أما الثلاث أنواع الأخرى اللي يخصوا القطاع الحكومي، بتكون من قطاع حكومي لقطاع حكومي آخر، أو من خلال قطاع حكومي إلى شركات، أو من قطاع حكومي إلى مواطن. كمان حجم التجارة الإلكترونية في مصر وصل ل 30 مليار جنيه. ال 30 مليار جنيه دول منهم 6 مليارات جنيه كان ما بين التجارة الإلكترونية ما بين الشركات والأفراد. كمان مصر تطورت جدا في البنية التحتية بتاعتها، ده اللي خلى حجم التجارة الإلكترونية وحجم الاقتصاد الرقمي يزيد بشكل كبير جدا وينتعش بشكل كبير جدا. كمان حجم التجارة الإلكترونية في مصر وصل ل 30 مليار دولار، منهم 6 مليار دولار حجم التعامل ما بين الشركات والأفراد. والبنية التحتية التكنولوجية في مصر تطورت بشكل كبير جدا، وده اللي أدى إلى أن حجم التجارة الإلكترونية نفسها في مصر زادت في الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة جدا. هنلاقي أن مصر بتحتل المرتبة الثانية من حيث حجم التجارة الإلكترونية وحجم الاقتصاد الرقمي في دول شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط. التجارة الإلكترونية وبالذات التسويق من خلال السوشيال ميديا هيوفر لك فرصة كبيرة جدا إنك تبدأ مشروعك الخاص، وكمان هيوفر عليك تكاليف كبيرة جدا في بداية المشروع بتاعك. كمان من خلال التسويق هتقدر توصل لأكبر عدد من العملاء بشكل سهل جدا. خليني أقولك إنك مع الوقت هتحتاج لنظام محاسبي يساعدك في إدارة مشروعك. مش بس كده، هتحتاج النظام ده في تسيير جميع الأمور المالية في المشروع بتاعك، زي نظام أونيكس ERP. نظام أونيكس ERP هيوفر لك مجموعة كبيرة من التطبيقات اللي هتساعدك في توصيل المنتج بتاعك للعميل، منها تطبيق أونيكس شوبينج. تطبيق أونيكس شوبينج
هيساعدك في التعامل مع تجار التجزئة والسوبر ماركت. وتقدر تتواصل مع Ultimate Academy عشان تتعرف على الحلول والخدمات المتاحة لمشروعك.